كنشكر بعد هاد القناة فاس بريس اللي أزرتني في هاد المعاناة اللي كان عاني. الاسم فريد صابور، الموالي سنة 1983، المهنة فلاح في منطقة ولاد جامع، جامعة العجاجرة، إقليم مولاي يعقوب. أخويا شنو وقع لي؟ هادو واحد الجيران ديالي مع جنبي، خويا تعدوا عليا وتكرفصوا عليا أخاي، والحالة أنت كتشوف الحالة اللي قدامك كلشي باين أخاي، الحالة درجليها هي باينة، الحالة ديالي يديها هي باينة، المعاناة راني كنعاني في الصحة ديالي أخاي، راه الله اللي عالم بيا أخاي، الناس ألموني وألموني بزاف في الصحة ديالي أخاي، وضيعوا لي المستقبل ديالي أخاي، وخلاو لي رزقي مشتت. الارض هي ما محروسه ما والو، وكل شيء مشتت، كل شيء ضاع، وكل شيء ضاعت فيه، ضاعت في ماديا وضاعت معنويا وضاعت صحيا وضاعت من جميع في جميع الحالات، في جميع الحالات ضاعت. هاد الناس اخويا تعدوا عليا لله في سبيل الله. هاد الناس انا في 2016 عندي واحد الارض مع جنبهم، في 2016 نزلوا لي شي ناس على واحد الطرف ديال واحد الارض، من ديت داك الطرف ديال داك الارض وهما رافدينو معايا، وهما رافدينو معايا على داك الطرف ديال داك الارض اللي ديتو. منين جيت ديتو وكاتبت مع مواليه بالتنازل، تنازلوا لي معنا في ارض سلاليه ديناه، منين جينا نديرو الحد قال لك خصك تزيد بعد بجوج ديال المتر عاد دير الحد. قلنا له ما عباد الله، الناس راه اللي تنازلوا في هاد الارض وكانوا كيتصرفوا فيها راه هما كاينين، هما يديروا الحد، انا ما نديرش شي حد لراسي. فعلا جينا جبنا دوك الناس كيقولوا لهم ها الحد الحقيقي ديال الارض. لا، كيقول لك الحد الحقيقي ماشي هو هذاك، سير ليا ودير الحد. بغاو يديو الناس قريبا ثلاثه الخلفات ولا اربعه ديال الخلفات هباء منصوره. جينا هنا كنقولوا لهم فين ما بغيتو نديروا الحد، غير نسلكوا الجره صافي، ما عندناش انا مشكل، خلفه ولا جوج ولا ثلاثه ما غتغنينا، ما غتزيد النفش شي حاجه اللي هي مثلا راها غنقولوا راها غترد لك ولا غتسه. ومن تما خويا هو الحال مع هاد الناس كيتطور. نضنا مشينا لعند القايد، هضرنا مع القايد، استدعى هاد السيد. من استدعى هاد السيد قال له واش عندك انت شي ورق باش شاف داك البلاد؟ السيد ما عنده لا ورق لا والو، هو غير مترامي لواحد المراه على الارض ديالها، وهذيك المراه ماتت. ومنين ماتت؟ هذيك المراه ماشي من ذوي الحقوق ديال الارض، وترامى لها هو على الارض، ولا بحالي مترامي على املاك الجماعه السلاليه. وهنا كنقولوا دبر راسو، هنا اللي يقد على شي حاجه اللي يعاون. وفي التالي بغى يترامى عليا انايا، بقيت كنسلك معاه. نط رغبونا الناس، دخل فيها القايد، خلينا له تقريبا جوج ديال الخلفات ولا ثلاثه خليناهم له، ودرنا الحد ديالنا ودرنا الكرياش. نهضوا داك الكرياش ساعه ولادو كيمشيو يهرسوا لنا فيه بوطه، كنقولوا ماشي مشكل. دوزنا هذيك 2016 قول 2019 واحد النهار وانا كنتفاجئ، عيطوا لي رجال الدار قالوا لي عندك واحد الشكايه ضدك. تي علاش؟ قال لك اجي وتعرف علاش. ملي مشينا كنلقاهم قال شنو هاد الشكايه؟ قال لك اسيدي انت عندك شي شكايه ضدك بانك عندك اختطاف واغتصاب وهايلي في البيت البارح. وطبعا بيت البارح انا والاب ديالي بايتين في الدار. منين جا هي هذيك داروا معايا تحقيق، داروا معنا لونكيت، قدمونا الوكيل الملك، قدمونا الوكيل الملك، وكيل الملك ولا حالنا على البيجيت بن سودة، على بريغاد بن سودة. دارت معنا لونكيت جديد، دارت معنا داك لونكيت جديد، ولا تقدمتنا الوكيل الملك، تقدمنا عند وكيل الملك. رماونا الجلسات، رماونا الجلسات تقريبا عام، وهنا في الجلسات كانت داعية. حكمت عليا محكمة بالبراءة التامة، الضحية اللي كانوا باغيين هما ينصبوا عليا بها حكمت عليها بالسورسي، شهر سورسي، وخطية. بقى المشكل هكاك نهار على نهار، وشمسي كيجيبوا هكا مثلا زبال ولا شي حاجة كيرميوها لي في البلاد مع جاي مع جنبهم. كنقول أنا دبر راسو بنادم، دابا يهديه الله، دابا يهديه الله، دابا يهديه الله، والو. بقاو هكاك تسم دايز يشيروا عليك بشي حجرة، تم مثلا تكون هكا جالس، كيبقاو مثلا جالس حدا محل، كيبقاو ينقوا عليك، كيبقاو يخسروا لك الهضره، يبقاو يجيوك بالعاني قدام محل ويخسروا لك الهضره باش انت تخرج دابز معاهم
وتسمى انت اللي جابدهم هنا كاك ساكتين وخا كنسمعو داك تخسر الهضره ومعنا ولادنا كنقولوا ماشي مشكل دبر راسو دابا الله يخلصهم. فايدا بيا اخويا واش امسي واحد النهار هادي دابا تقريبا نقول دابا راه 20 يوم باش بقى لي مشكل. كنتفاجئ انا حاير مع الموت ديال الوالد ديالي. الوالد ديالي مات لي تقريبا بالنهار باش غتوقع لي هاد الفاجعه هادي بثمان ايام باش مات لي الوالد. مات هنا في مدينه فاس. دخلت فيها انا كنت الاكثريه كنعمر هنا في مدينه فاس هذيك الايام تقريبا داك الثمان ايام مع الناس كيجيو يعزيو ما عندي ضروري خصني نجلس هنا مع الوالده. نهار الخميس قيل مع الوالده نهار كله قيل معاه هنايا. دارت العصر قلت لها وانا راني غنمشي قالت لي وسير لي سهل عليك نجي فعلا دي ماريس. خرجت خرجت ولاد الجامع دخلت للدار رصيت الامور وقلت للمراه انا غنمشي للقهوه نجلس. فعلا مشيت للقهوه بقيت جالس. دار داك 9:30 10 قال شي حاجه بحال هكاك دارت. قلت راه نمشي بحالتي المحال. انا اتجهت للمحال وصلت كي بلاصه الطوموبيل خليتها امارش بلاصه نزلت باش غنحل الباب باش غندخل. انا مشيت للقفل كنلقاهم دايرين لي بلوكاج في القفل سادين وبداك الكولاب داك سبيسيان مسدود. حشيت للساروت ما بغاش يدخل بالدوره باش درت باش غنولي للطوموبيل هما كينزلوا عليا ضربوني للراس ديالي هو كله غراس وبقى الضرب فيا من كل جهه وطريق. شحال كانوا بهم؟ الساعه هاي الساعه ضربوا في التالي منين شافوا وفي التالي منين شافوا بقى انا كنعيط بالعاده والله اللي عالم بيا. وما منين شافوا الناس بداو بحال اللي كيتحركوا الضوا وكيتشعلوا الناس غيخرجوا هربوا بقاو غير جوج هما اللي بقاو الاخرين مشاو تخبعوا. شحال من الاعتقال ديال اخا الاعتقال دابا معتقلين على اللي سامعنا يا ثلاثه وجوج كانوا اعتقلوهم ولاو دابا طلقوهم في حاله صراح. وواحد اخا انا صرحت به للدرك الملكي وشتا انا ما عيطولو ما كلموه ما هضروا معاه. وما هاد الناس كيقول لكم متحدين كل شيء هما كيقول لكم متحدين اي حاجه كيقول لك هنا غنشريوها بالفلوس. هما كيقول لك متحدين هما كيقول لك غيشريو بالفلوس هما كيقول لك ديتك فلوس هما كيقول لك ديتك انت فلوس كيقول لك انا كاع نوجهو معاك واحد ولا واحد. والناس واش فهمتي لان هما كيسحابهم كل شيء كيتباع ويتشرى ما شافوش الناس راه كاينه ناس نزهاء لا في النيابه العامه ولا في القضاء راه كاينين ناس نزهاء كاينين ناس شرفاء كاينين الناس اللي عندهم واحد واحد القناعه مقتنعين بالخدمه ديالو مقتنع واش مسي بالسيرفيس ديالو هما كيسحابهم كل شيء كيتباع ويتشرى. الرساله ديالك اخي انا كنوجه الرساله ديالي للنيابه العامه وكنوجه الرساله ديالي للقضاء ينصفوني لان هاد الناس كيقول لك هما فوق القانون. هاد الناس جاهلين كما قالوا هاد الناس جاهلين ما يديروش في هاد الحاله. راه الانسان كيوقع الضرب كيوقع الانسان كيتضارب وكي رجلي اخويا قطعوها لي اخاي بالسيف اخاي بالسيف قطعوها لي قطعوها لي بالسيف لان هذاك دابا اللي راه مازال ما دابا ما عيطت له لا نيابه عامه ما عيطوا له دارك ما والو هو اللي شد لي رجليا واحد هو اللي شد لي رجليا انا طايح هو شد لي رجليا واحد هو اللي عليها بالسيف قطعها لي. وطلب اخاي من النيابه العامه وكنطلب اخاي من الدرك الملكي وكنطلب من جميع الناس من جميع المسؤولين اللي كيهمهم هذا الملف. انا راني ضعت في الصحه ديالي كنطلبهم اخاي باش يوقفوا معايا وقفه ديال الحق ماشي وقفه ديال الظلم وينصروا المظلوم. هاد الناس ظلموني تعداو عليا واخا نكون داير فيهم اللي داير ما يديروش فيا هاد الحاله. انا يدي هي انا خمسه د العمليات في نهار واحد في ليله واحده خمسه د العمليات. وكنشكر داك الطاقم الطبي ديال المركب الاستشفائي ديال سي هاش او كنشكر داك المركب
وكنشكر داك الطاقم الطبي اللي زعما شنقول لك استقبلوني وانا في واحد الحاله حرجه، ومشيت المصحة خاصة، واحد المصحة خاصة ولا لا داعي للذكر ديال الاسم ديالها، مشينا راه مصحة خاصة زعما من المصحات المشهورين في مدينة فاس، ومشينا ومنين دخلوني وشخصوا الحالة ديالي وشافوا قال لك ما نقدروش على هذه الحالة، قال لك ما نقدروش عليها، ولاو فعلا كتبوا لي ورقة وقال لك خصك تمشي للمركب، رجعنا للمركب زعما شنقول لك استقبلوني بواحد الله يجازيك بخير والله يرحم الوالدين. ما تنساش دير ابوني الفيس بريس وتضغط على زر الجرس باش توصل بكل جديد.